السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. انتهت قبل قليل مباراة المنتخب السوري للناشئين ومنتخب البحرين للناشئين ببطولة غرب آسيا. للأسف عشان أكون صادق معاكم، أنا لم أستطع مشاهدة المباراة لظروف خارجة عن إرادتي، ولكن استطعت فقط أن أنا أتابع الدقائق الأخيرة في المباراة وعلمت نتيجة المباراة وبعض التفاصيل الأخرى. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي ما بين منتخب السوري الناشئين ومنتخب البحرين بهدف لكل منهما. سجل المنتخب السوري محمد السراقبي، وتعادل المنتخب البحريني للأسف من خلال هدف سجله أحد اللاعبين السوريين وهو خالد الحجة بالخطأ في مرماه، وطبعا ده كان ليه أثر كبير جدا ومؤلم بعض الشيء على متابعين المنتخب السوري للناشئين. أما عن تشكيلة المنتخب السوري للناشئين اليوم فهي كانت مختلفة بعض الشيء. تقريبا خط الدفاع كما هو، في حراسة المرمى مضر الخطيب وعلى يمينه علي الرينا وخالد الحجة. خط النص اختلف النهاردة قليلا، كان في المباراة اللي فاتت 3 لاعبين في خط المنتصف، النهاردة كان في 4 لاعبين يلعبوا بشكل صريح على خط المنتصف: محمد شحرور ومحمد سراقبي ومحمد عثمان وحسن محمود. المباراة اللي فاتت كان في مهاجم واحد فقط واثنين وينجين، وينج يمين وينج شمال بيلعب في المباراة. اليوم كان بشكل صريح 2 مهاجمين وهم حسن زياز وأنيس ماهر قاسم، وعلى يمينهم المقداد أحمد وعلى يسارهم عبد النافع شريباتي. أما عن البدلاء اليوم، زكريا رمضان وطلحة الرحمون ومحمد الصويري ومحمد الحاج ومحمد زكريا وخضر عباس وبشر الشهابي ومارفن هوارة ومحمد حسوني وأحمد حاج عمر ومنار النجار. أما عن فرص تأهل المنتخب السوري، فالمنتخب السوري متأهل إلى الآن على رأس هذه المجموعة اللي بتضم كل من سوريا ولبنان والبحرين. المنتخب السوري متأهل بأربع نقاط لأن هو عنده نقطة من مباراة اليوم سوريا والبحرين، وعنده 3 نقاط من المباراة السابقة أمام المنتخب اللبناني. كده إحنا ننتظر نتيجة المباراة المقبلة ما بين منتخب البحرين للناشئين والمنتخب اللبناني للناشئين. المباراة هتكون بعد غد يوم الجمعة الموافق 5/7/2019 الساعة 4 عصرا أيضا. وبهذا هيكون عندنا 3 سيناريوهات. السيناريو الأول هو فوز المنتخب اللبناني بأي نتيجة، وبهذا سيتربع المنتخب السوري للناشئين على رأس القائمة بأربع نقاط، يلي المنتخب اللبناني وفي الآخر المنتخب البحريني بنقطة واحدة. السيناريو الثاني وهو فوز منتخب البحرين على المنتخب اللبناني بهدف، وبذلك هيتساوى المنتخب السوري للناشئين مع منتخب البحرين في عدد النقاط وفي عدد الأهداف. ساعتها أنا بصراحة مش عارف إيه هو الإجراء اللي سيتم اتخاذه من قبل اتحاد غرب آسيا للفصل ما بين المنتخبين. السيناريو الثالث وهو اللي أنا لا أتمنى أنه يحدث بأي شكل من الأشكال، وهو فوز المنتخب البحريني على المنتخب اللبناني بأكثر من هدف، وبذلك يتأهل المنتخب البحريني على رأس المجموعة لأنه هو الأعلى نقاط والأعلى أهداف. كنت أتمنى أن أنا أشوف المباراة النهاردة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وبناء على هذا أنتظر تعليقاتكم أسفل الفيديو عن أداء المنتخب السوري اليوم طبعا لمن شاهد المباراة. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتمنياتنا بالتوفيق للمنتخب السوري الحبيب.